طيب قولي ايه اللي انت عايز تعرفه مني بالظبط؟ عاوز اعرف كل حاجه عنه، كل حكايته من الالف للياء، لان معرفه حكايته هيساعدني على فهمه، وفهمه هيساعدني على استفزاز ملكاته والاستفاده منها. شوف يا اخ عزيز، بقت 11 وانت لسه نايم؟ ايه اللي خليني اصحى؟ كتر الشغل اللي عندنا. وحشتني. لحظه يا استر، انك بتتكلمي من الشركه؟ انا بعت نينو مخصوص يجيب البريد علشان اقدر اقول لك اني بحبك 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 يا استر. انا عاوز انام من فضلك. هتنام من غير ما تقرا الجرايد؟ هبي ريحة انتي قوليلي. ما ينفعش. اشمعنى؟ قنبلة. فجريها وخلصيني. القبض على جاسوس يعمل لحساب مصر. ألو جوزي، انت نمت تاني؟ انتي ايه؟ انت بتقولي ايه يا استر؟ بقولك قبضوا على جاسوس بيشتغل لحساب مصر. مين الجاسوس ده؟ ما نشروش عنه اي حاجة، ومحدش عارف اذا كان راجل ولا ست. كل اللي قالوه انه دخل اسرائيل كسائح، وان رجال الموساد شكوا فيه، وانهم انت عارفة رجال الموساد دول ممكن يشكوا في امهاتهم. استر، دول قبضوا عليه متلبس. تلفيق التهم بقى مط العصر يا عزيزتي. بس ده اعترف اعتراف كامل. هو في جاسوس بيعترف على نفسه؟ ده مش اعترفه بس، ده قال ان له شركة كمان في اسرائيل. الو جوزي، انت رجعت تنام تاني؟ لا لا، انا صحيت خلاص. تتغدى معايا؟ لا، انا ورايا كم مشوار مهم هعملهم، وبعدين نتقابل بعد البريك.